قدم ليلى مبروك زوجة سمير السرياني، وانت رافقت طيرة مسيرة هذايا النضال. وكما قال الأستاذ عبد الناصر العويني، سمير الفرياني آمن بالثورة اللي صارت في تونس. شنو تعقيبك بعد الحكم، عدم سماع الدعوة والحكم؟ الحمد لله، معناه عدم سماع الدعوة هما شرمتوا هنا الفرحة. نص صارت في المحكمة العسكرية وعدم سماع الدعوة في تهمة، والنص الثاني الحمد لله اليوم معناه خذينا كما نقولوا ورقة العبور مرة واحدة، وكملت الحكاية وفات الحكاية. ومن هنا نحب نقول الحمد لله يا ربي اللي الناس قالوا سمير الفرياني ترى له اللي الثورة صارت أنفان، حتى كان ما صارتش في كل بلايس، صارت على الأقل في القضاء. لو فات سمير الفرياني اليوم البرة سكو القضاء نزيه وكمل مهمة القضاء العسكري. واليوم عدم سماع الدعوة هي وسام يضافوا إلى على صدر سمير الفرياني، خاطركش اللي عملوا سمير الفرياني حتى واحد اخر ما ينجم يعملوا. بوتيتر ثم برشا كي نون با يو لو كوراج كيما سمير الفرياني باش يتكلموا، ان شاء الله تويكا يظهر لهم يتكلموا باش يعاونونا الحقيقه تظهر، والشهداء ياخذوا البراءه نتاعهم وياخذوا حقهم اون فيت، على الاقل يعرفوا شكون الناس اللي قتلوهم هذوما. سمير الفرياني يتكلم كان على الشهداء، والحمد لله تنصر اليوم. وباللي هذوما نحب نوجه لهنا اولا نسع شكر لكل من رافقنا ابتداء من نهار توقيف سمير الفرياني، ولنا ما يلزمناش ننساو العباد، هي طالت المسيرة صحيح، وممكن العباد اللي نسات شوية. من هنا من منبر هذا نحب نقول لهم بارك الله فيكم وعيشكم اللي وقفوا معانا الكل، المحامين المرة الأولى سي محمد عبو، الناس الكل، العباد اللي شكت في سمير الفرياني نحب نقول لهم عملتوا كل شيء باش تنسيو قضية سمير الفرياني، عملتوا كل ما في جهدكم باش تشوهوا صورة سمير الفرياني. الحمد لله الحق عمره ما يتخبى، الحق ديما هو الفوق. الحمد لله سمير الفرياني بريء من التهمة هذية، واللي عملوه هما سواء بسياسة التركيع متاعهم والتجويع متاعهم والتخويف متاعهم والإرهاب متاعهم، طريقة الإيقاف متاعه، طريقة أنهم عملوه عدوه على مجلس الشرف، طريقة اللي مارسوها أنه مثلا حرموه من الشهرية متاعه، عمرها ما كانت الفلوس هي كل شيء، راسه مرفوع. أنا في القضية هذية بهت في حاجة، هو سمير أون برانسيب متهم والآخرين هما شاكين بيه. كريتوا نهارة المحكمة اللي الموازين اتقلبت كما قال سي عبد الرؤوف العيادي، هذه القضية معناها رأسا على عقب. اللي محامين سمير الفرياني اللي هو متهم كما نقولوا يحكيوا ريوسهم مرفوعة ويرافعوا، والناس اللي هما يحكيوا على السياسيين التايب اللي هو أون برانسيب شاكي بسي سمير الفرياني، وهما يتسللوا هكا ويخرجوا ريوسهم متأطأة. علاش؟ خاطرش أو فون يصاب كو سمير الفرياني بريء، والحمد لله اليوم جاء الطابع والكاشي اللي سمير الفرياني راهو نظيف وراهو بريء من كل التهم، وراهو ما قال كان كلمة الحق. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي يلقى الدعم بعد تويكا قضيته فات، إن شاء الله يرجع يخدم على روحه، إن شاء الله يرجع ياخذ حقوقه الكل. هو عمره ما طمع في حد شيء، خلص برشا سمير الفرياني من صحته، من وقته، من صغاره، من فلوسه، من كل شيء، معناها من ستريس اللي عاشه. أما اليوم غمة ونزاحت على القلب عليه هو وعلى كل الناس اللي واقفة معاه. الحمد لله يا ربي، ميرسي ا تو الموند، من هنا صحاب وعيلة ومحامين وحقوقيين وناس جاوا معانا ما نعرفوهمش، عايشكم عايشكم. وتحية تونس، تونس نتاع الناس الكل، تونس اللي يحبوها الناس الكل بدون معناها غض النظر على كل واحد شنو يفكر وكل واحد ميولاته الحزبية شنية، تونس هي نتاع الناس الكل ونحبوها تونس هكا تكون. الحمد لله القضاء قال كلمته. شكرا 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 وميرسي.